خوتي خواتاتي لاباس، كي دايرين؟ بخير وعلى خير. اليوم عندنا واحد الجريده وجيت باش نجني منها الفلفله وهادشي اللي نايض فيها، وبغيت نصورها باش نبارطاجيها معكم. وتتعجبني هذاك الشيء، علاش تتعجبني هاد الجريده؟ شوفوا تبارك الله الفلفله، تبارك الله الفلفله كيفاش نايضه حلوه وحاره. وعندنا اليازير وعندنا مطيشه وهذه الخزامه واللويزه تبارك الله والحبق تبارك الله. ايوا انا غادي نجني كما كنقولوا، غادي نجني. ايوا يلا بسم الله نبداو من هاد الفليفله. هادي مزيانه نحيده ولا مازال؟ تبارك الله مطيشه هي لذيذه، قطعتها داك النهار لذيذه. هادي ما فيهاش الدواء تبارك الله زوينه. وعندي هنا الحبق، غادي نقطع الحبق باش نخدم، باش انا بغيت لاصوص ديال الحبق غنصوبها اليوم. غادي نشل الفيديو كيفاش كنصوب لاصوص ديالي ديال الحبق بالزيت. عندي هنا في هاد الجريده فين ما بغيت شي حاجه كنطلع ناخذ. اليوم غناخذ فليفله حمراء، غناخذ فليفله حمراء بسم الله تبارك الله زوينه. قطعها ناخذ فلفله حمراء وخضراء، فين هي الخضراء؟ ها هي. ناخذها القياس فلفله حاره غنصوب لكم فلفله حاره واحد الطريقه زوينه غتعجبكم ان شاء الله. وعندي الحزامه هي تبارك الله، ناخذ لنا شويه واللويزه عندي زوينه هي نعمرو بها اتاي. وعندي اليازير نصوب بيه الحوت والدجاج، الا بغيت شي حاجه بحال هكا نطلع ناخذها. وهذا مرد الدوش، ايوا هذيك العطرشة والسلمية، السلمية ما بغيتهاش دابا خليها. وتنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وهاد الجريدة تعجبكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وتقديت هاد التقدية هادي ديال الدار. السلام عليكم.